بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة امتدادا لحديثنا السابق في موضوع توحيد الأسماء والصفات، ونبين مذهب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية في هذا الباب. فمذهبهم في أسماء الله وصفاته إثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة، مع اعتقاد ما دلت عليه، وأنها على ظاهرها ولا يلزم من إثباتها تشبيه الله بخلقه تعالى الله عن ذلك، لأن صفات الخالق تخصه وتليق به، وصفات المخلوقين تليق بهم وتخصهم، ولا تشابه بين الوصفين، كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق سبحانه وذوات المخلوقين. ومذهب أهل السنة والجماعة في ذلك ينبني على أسس سليمة وقواعد مستقيمة، وهذه الأسس هي: أولاً، أن أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى أنهم لا يثبتون لله إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله في سنته من الأسماء والصفات، ولا يثبتون شيئا بمقتضى عقولهم وتفكيرهم، ولا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله في سنته، لا ينفون عنه بموجب عقولهم وأفكارهم، فهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة في ذلك، وما لم يصرح الكتاب والسنة بنفيه ولا إثباته كالعرض والجسم والجوهر فإنهم يتوقفون فيه بناء على هذا الأصل العظيم. ثانيا، أن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق على ظاهره، ليس فيه أحاج ولا ألغاز، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. فأهل السنة يثبتون ألفاظ الصفات ومعانيها، فليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من المتشابه الذي يفوض معناه، لأن اعتبار نصوص الصفات مما لا يفهم معناه يجعلها من الكلام الأعجمي الذي لا يفهم. والله تعالى قد أمرنا بتدبر القرآن كله وحظنا على تعقله وتفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته؟ وإذا كانت نصوص الصفات إما لا يفهم معناه على زعم هؤلاء، كان الله قد أمرنا بتدبر وتفهم ما لا يمكن تدبره وتفهمه، وأمرنا باعتقاد ما لم يوضحه لنا تعالى الله عن ذلك. فمعاني صفات الله تعالى معلومة يجب اعتقادها، وأما كيفيتها فهي مجهولة لنا، لا يعلمها إلا الله تعالى. ولهذا يقول الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وما قاله هذا الإمام الجليل في الاستواء هو قاعدة في جميع الصفات، وهو قول أهل السنة والجماعة قاطبة. فمن نسب إلى السلف أنهم يفوضون معاني الأسماء والصفات ويجعلون نصوصها من المتشابه الذي استأثر الله بعلم معناه فقد كذب عليهم. ثالثا، السلف يثبتون الصفات إثباتا بلا تمثيل، فلا يمثلونها بصفات المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء، ولا كفء له ولا ند له ولا سمي له، ولأن تمثيل الصفات وتشبيهها بصفات المخلوقين ادعاء لمعرفة كيفيتها، وكيفيتها مجهولة لنا مثل كيفية الذات، لأن العلم بكيفية الصفة
يستلزم العلم بكيفية الموصوف، والله تعالى لا يعلم كيفية ذاته إلا هو. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك له صفات لا تشبه الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي لا يشبهه أحد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فيجب الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم من الله بالله، أأنتم أعلم أم الله؟ والإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزه ربه جل وعلا من أن تشبه صفته صفة الخلق. فمن قدم بين يدي الله ورسوله وتجرأ على الله فنفى عن الله ما أثبته لنفسه من الصفات العظيمة وما وصفه به رسوله، وقال: هذا الذي وصفت به نفسك ووصف به رسولك لا يليق بك وفيه من النقص كذا وكذا، فأنا أؤوله أو ألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي، كما قال بعضهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فلا أرجع إلى كتابك ولا إلى سنة نبيك في ذلك، لأن ما فيه ما يوهم التشبيه، وإنما أرجع إلى قواعد المتكلمين وأقاويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. فهل يكون يا عباد الله هذا مؤمنا بالله وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يكون هذا معظما لربه؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. رابعا، ومن قواعد السلف أنهم يثبتون لله الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله على وجه يليق بجلاله، ولا يشبهونه بخلقه، فهم ينزهونه عن النقائص والعيوب تنزيها لا يفضي بهم إلى التعطيل بتأويل معانيها أو تحريف ألفاظها عن مدلولها بحجة التنزيه. فمذهبهم في ذلك وسط بين طرفي التشبيه والتعطيل، تجنبوا التعطيل في مقام التنزيه وتجنبوا التشبيه في مقام الإثبات. خامسا، وطريقة أهل السنة والجماعة فيما يثبتون لله من الصفات وما ينفونه عنه من النقص هي طريقة الكتاب والسنة، وهي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأجمل في النفي وهو قوله: ليس كمثله شيء، وفصل في الإثبات وهو قوله: وهو السميع البصير. وكل نفي في صفات الله فإنه يتضمن إثبات الكمال، وليس هو نفيا محضا، لأن النفي المحض ليس فيه مدح، لأنه عدم محض، والعدم ليس بشيء. ومن أمثلة النفي المتضمن لإثبات الكمال قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، أي لكمال عدله سبحانه. وقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لكمال قدرته وقوته. وقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لكمال حياته وقيوميته. وهكذا كل نفي عن الله فإنه يتضمن إثبات ضد المنفي من الكمال والجلال. هذا، ونسأل الله البصيرة في دينه والعمل بطاعته ومعرفة الحق والعمل به. أيها الإخوة المستمعون، إلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.